السلام عليكم متتبعي قناة يونيفر نورا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو تاع اليوم كنقترح لكم واحد لي بتي بريوش بالنسبة للبنات اللي بغاو يخدموا في ديورهم ولا يديروا مشروع صغير في ديورهم، فنقترح عليهم هاد الوصفات بحال هكا. فإلى عجبكم الفيديو البنات تاع اليوم ما تنسوناش ملي لايك وبارطاجيو مع الأهل والأحباب باش يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. فكما كتشوفوا البريوش كيجي على هذا الشكل، على ثلاثة الأنواع، فهذا خدمناه باللوز، وهذا بالشوكولا، وهذا بالكاسوناد، وزدت عليه هنايا دوك الحبيبات ديال السكر كما كتشوفوا. فنتمنى يعجبكم البنات الفيديو تاع اليوم، ونبداو على بركة الله الطريقة ديال العمل. على بركة الله غنشوفوا المقادير التالية. عندي هنايا 500 غرام ديال الفرينة، عندي 65 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، عندي كذلك 65 غرام ديال السكر سنيدة، عندي جوج ديال البيضات، عندي هنايا تقريبا 15 سنتيلتر ديال الحليب دافئ. البنات ضروري يكون دافئ. هنايا 15 سنتيلتر، ولا اللي عنده الميزان وما عندوش هذا الكاس باش يعبر 15 سنتيلتر، اللي هي 155 غرام. 155 غرام كما قلت لكم جوج بيضات. عندي تقريبا هنايا واحد 12 غرام ديال الخميره، وعندي واحد القبصه ديال الملح. فنبداو الطريقه على بركه الله. غادي ناخذ هنا العجانه ديالي، غنوضع الفرينه هي الاولى، وغادي نشد هاد الخميره هادي، غادي نضعها في هاد الحليب الدافئ، وغادي نضيف ليها جوج معالق حتى لثلاثه ديال السكر، والباقي ديال هاد السكر غنزيدو هنايا نضيفو على الفرينه. غادي نضع الملح في جهه اخرى كما كتشوفوا، نحاول هاد السنيده نحيدها. خليتها تعجنت مزيان كما شفتوا، حتى ولا ترطبه على هذا الشكل هذا. غادي نجمعها مزيان، صافي غادي غير نجمعها كما شفتوا، وغادي نرجعها هنايا. غادي نغطيها مزيان، غادي كما قلت لكم نغطيها، ونغطيها مزيان ونخليها حتى تختمر، حتى يتضاعف الحجم ديالها تماما ان شاء الله، وغادي نرجع معكم باذن الله. انا رجعت لكم البنات من بعد ما اختمرت لي العجين كما شفتوا، كتولي على هذا الشكل هذا. ناخذ العجين، انا غادي نحاول نقسم هذا العجين ل 12 جزء، 12 قطعة متساوية.
غندير فيهم تقريبا 80 غرام في الوحدة. شويه ديال الفرينه غادي نبدا نسرح فيها هذه الكويره. انا ذوبت واحد شويه تاع الزبده كما كتشوفوا، غنجيب واحد المعلقه غادي نضع شويه هنا وغادي نسرح ندير بها هذه العجينه ديالي. وهنايا عندي داك السكر الاسمر غنزيد عليه واحد شويه ديال القرفه باش يعطيني واحد الذوق. نحركو واحد شويه وغادي نرش هنايا واحد شويه كما كتشوفها، نحاول نضعها في كاع الجوانب. غنجيب القطعه الثانيه كذلك نضعها، غندير نفس العمليه. كذلك غندير واحد الرشة غنجيب القطعة الثالثة وأنا كنستمر هكا حتى ندير القطعة الرابعة. صافي هنايا القطعة الرابعة صافي مكنبقاوش نديرو الزبدة، هنا غادي نسرح العجين ديالي. فهنايا كنجي كنحيد هاد الحاشية هادي، كنشد هاد العجين كندير ليه هكذا، وكنجيب هاد الحاشية التالتة كندير لها هكذا، كيجي على هاد الشكل هذا. نعاود معكم وحدة أخرى كنورك على هنا وكنزيد حتى الثالثه كنورك لها هكذا باش كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هكذا. صافي انا غادي نحيد هذا العجين ونشوفوا العجينه الثانيه باش غنخدموها ان شاء الله. هنا هذوك اربعه الكويرات الاخرين راني هاوما طلقتهم، انا كنختصر معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، حتى هو غادي ندير ليه شويه الزبده كما كتشوف. وعندي هنايا شويه البودره ديال اللوز، نتوما ديروا كاوكاو ديروا اللي حبيتو، الجنجلان تقدروا تطحنوه وديروا الكوك كيجي رائع، كيجي رائع في المذاق بحال هكذا. فانا غندير هكذا وغادي نستمر كما درت الاولى.
هنايا قديتها كيما القطعه الاولى، انا خدت هنايا شويه عقده اللوز ودرت لها شويه ماء الزهر والقرفه والسكر، وغادي نجي ندير واحد شويه من هذه العقده هنايا باش تجيني طريقه زوينه. غادي نوضع هكذا كما كتشوفوا، وغادي ندير فيها واحد اللوزه هنا الوسط باش نسد بها هذا على هذا الشكل، هذا كتجي على هذا الشكل. هنايا في هذوك أربعة ديال الكريات الاخرين انا غندير فيهم النوتيلا كما كتعرفوا راه الدراري كيحماقوا على هاد لي بغيوج ديال النوتيلا ولا الشوكولا بصفه عامه. خلطتها مزيان وغندهن بها هاد العجين ديالي. غنستمر بحال هكا. فهنايا من بعد ما دهنت هادو ديال الكاسونات كندير ليهم هاد شويه الحبيبات ديال السكر باش يبان بانهم راهم فيهم السكر، وهادو ديال اللوز عندي واحد شويه الحبيبات شويه كان عادش كنزوقهم وصافي على هذا الشكل. هذا ديال الشوكولا راه غنخليهم ديال الشوكولا كما هما. صافي نشوف معكم الشكل النهائي ان شاء الله من بعد ما نطيبهم كاملين. فكان البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي بغيوج ديالنا ديال اليوم، كيجيو على هذا الشكل هذا. فكما كتشوفوا هذا هو اللي درت لكم بالكاسوناد والقرفه، هذا بي كان بالعجينه العقده ديال اللوز، وهذا كما كتشوفوا راه بالشوكولا. كيجيو ثلاثه الانواع كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين البنات في المنظر والشكل كذلك. فالبنات الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش ملي لايك وبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش يوصلكم كل ما هو جديد.
إلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.